أموالكم وأولادكم فتنة اختبار هنا وليست عقوبة. هنا فتنة بمعنى اختبار ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأولاد والأموال فتنة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة. إنسان تراه شجاعا كان من جهة أولاد والله خايف على الأولاد يذل يضعف يضعف عن الجهاد يضعف عن مواجهة الناس يضعف عن قول الحق كله خايف على أولاده خايف على أمواله وكذا فتنة. فالله تبارك وتعالى ينبهنا هنا سبحانه وتعالى يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار. ولذا نبه بقوله وأن الله عنده أجر عظيم. انتبهوا الذي عند الله أعظم من محبتكم لأولادكم وأموالكم. لأن الفتنة هنا بماذا؟ بأنه يريد أن يسعد بأولاده يسعد بأولاده. لا الأجر العظيم عند الله. فتجد الرجل يسرق يقتل يغش لأجل ماذا؟ يحصل أموالا لأولاده حتى يدرسوا حتى يعيشوا حياة رفاهية حتى كذا حتى كذا كل لأجل الأولاد. بل بعضهم ما عنده معنى يسجن وكذا لأجل أن يعيش أولاده. فتنة فتنة عظيمة جدا في الإنسان في حرصه على الأموال في حرصه على الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب الرجل للمال والشهرة. الذئب في طبيعته ما يروح ياخذ خروفا أو شاة أو نعجة أو كذا ياكلها وشبع ومشى. لا لا طبع سيء في الذئب يأتي يذبح الغنم كلها يذبحها جميعا ثم ياخذ واحدة ويمشي فيها فقط مفسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أرسل ذئبان جائعان في غنم كماذا ستصنع؟ ستفسد القطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الإنسان للشهرة والمال تفسد عليه حياته أكثر من إفساد الذئب للغنم. معناها ماذا؟ معناها سيضيع نفسه في سبيل البحث عن الشهرة في سبيل البحث عن المال. والله هنا يحذرنا سبحانه وتعالى. القرآن كله حياة القلوب يحييك الله تبارك وتعالى ينبهك وين رايح أين دربك انتبه غير طريقك صنع شغلك. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأولاد تطلق على الذكر والأنثى. الولد الذكر والأنثى كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكلمة ولد تقول ولد ذكر وولد أنثى. فالأولاد هنا يعني الذكور والإناث.